الأسعار تلهب الجيوب والقدرة الشرائية للمواطن في تدهور، هكذا يبدو المشهد في أسواق عدة في المغرب، إذ أصبح توفير سلة الغذاء الأساسية حملاً يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة محدودة الدخل. فالبلاد تشهد ارتفاعاً غير مسبوق لمعدل التضخم، إذ قفز مؤشر أسعار المستهلكين نحو 9%، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية وأيضاً المحروقات، ارتفاع هو الأكبر منذ أكثر من 30 سنة، وضع أثار حنق المغاربة حيث خرجت نقابات عدة للاحتجاج. عوامل متداخلة تحالفت على المشهد الراهن، من بينها الظروف الجيوسياسية العالمية وموسم الجفاف الذي ضرب البلاد، فضلاً عن كلفة الإنتاج وأثر العرض والطلب على الخدمات والسلع المتوفرة في السوق. وللتخفيف من وطأة الزيادات والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، عملت حكومة عزيز أخنوش على اتخاذ مجموعة من التدخلات، أولها تقديم الدعم المباشر لبعض القطاعات كالنقل والماء والكهرباء، وأيضاً الزيادة في مخصصات صندوق المقاصة. الإجراء الآخر ذو طبيعة نقدية تمثل في الرفع من سعر الفائدة المركزي. أما التدبير الثالث فذو طبيعة ضريبية كتعليق رسم الاستيراد المفروض على مجموعة من المواد الأولية، كما سارعت السلطات أيضاً إلى إطلاق حملات لمراقبة الأسواق ومحاربة المضاربات. وفي انتظار أن تؤتي هذه التدخلات أكلها، ترتفع الأصوات المطالبة بمزيد من المساعدات المباشرة لفائدة الفئات الهشة والمتضررة.